السلام عليكم. وانا نزيد نروح نشوف التهيئه على مستوى الواد، نقترب من الضفاف تاع واد الحراش، نشوف اذا كان فيه شيء جديد. احنا نلاحظ انه فيه باركينغ هذا جديد اللي قلناه. نزيد نقترب من الضفة. وهنا نشوف الضفة تاع الواد، لاحظ الجس هذا اللي تم افتتاحه، جس يعتبر كبير، يعني في حوالي 900 متر. إذن هذا هو وهنا خلاو تهيئة عشوائية هنايا. هذا المكان هذا فيه يحتاج إلى فينيسيون دائما وأبدا، مشكلة تاع الفينيسيون. نلاحظ هنا تهيئة حول الجسر، وهنا هذا الفوسي هذا يحتاج الى فينيسيون، لابد انتهاء الاشغال، تنتهي 100%، ما تبقاش هذا اللي الخبش والتخش بلد هذا كانوا يبدو ملو بحطان مؤمن قمت على ذلك بتعطي لك كبير يملو بات.
هذه راكبتي هنا فوني طوالي فوني طوالي. هذه ما ما يتغلق قاعدتي ريكوردي كل شيء. إذن هذه هي التهيئة على مستوى المحمدية وملعب اتحاد الحراش وكذلك الجامعة الجزائر. وفيه هنا نلاحظ أنه فيه باركينج فيه 4 أو 5 طوابق ويعني في كل شيء مهيأ جميل جدا على ضفاف الواد. واللي نأكد ما فيهش رائحة ما فيه حتى رائحة، يقدر الإنسان يجي يدير فوتينغ في هذه البلاصة ولا يمشي ولا يقضي وقت رائع في هذا المكان. اللهم تبقى بعض اللي فينيسيون كما قلنا بعض البلايص حني ديروتوش لمسات يعني الأخيرة اللي لازم على كل حال ما لازمش يخلوها هكذاك. وهنا نلاحظ أنه تم تجميع على مستوى الضفاف تاع الواد تم إخراج فضالات نتاع البلاستيكيه من الواد، خرجوها لكن لم يرفعونها، خرجوها من الواد ورموها على الشاطئ ما رفعوهاش. نشوف هنا فضالات كثيره نتاع النفايات تم استخراجها من الواد لكن تركت على الضفاف ولا واحد رفدها ولا هذو الناس اللي خرجوها. مليح ينقيوا الواد، مليح ينقيوا الواد من الفضالات، لكن لازم رفع هذه النفايات مش يخليها على الضفاف نتاع الواد. إذن نكتفي بهذا القدر، نخليكم في رعاية الله ويحفظه، والسلام عليكم.